يبقى مع المنتخب ولكن مع المحترفين الجزائريين. شيبي هداف وممرر حاسم ومواطنه عمورة ممرر حاسم في لقاء سان جيرواز ضد فرانكفورت ضمن منافسات دوري المؤتمرات. عمر، بالضبط كان لقاء مميز من قبل عمورة أو أيضا شيبي. شيبي سجل هدف ومرر تمريرة، وأيضا عمورة اللي وصل لعدد 5 تمريرات حاسمة في اليوروبا ليج باحتساب تمريرة مع فريق لوغانو وأربعة مع فريق سان جولواز. أنا نظن أن عمورة يعني صراحة ب 16 هدف ثاني أحسن هدف في الدوري البلجيكي، يؤدي في موسم أكثر من رائع، وحتى شيبي فرض نفسه في الفريق فرانكفورت. ولما نتكلموا على اوروبا ليغ خاصه هذه السنه فيها مستوى مرتفع، نتكلموا على ميلان، نتكلموا على عدد من الفرق، انا نظن ان محترفينا يعني بعد كاس افريقيا العوده كانت مميزه. نعم، هذا يؤكد انه اللاعبون تجاوزوا الصدمه النفسيه بالخروج المخيب للامال والمبكر من كاس امم افريقيا. تقريبا كل اللاعبين يتميزون مع انديتهم، شاهدنا كيف عاد عمورة بقوه، كيف عاد شايبي بقوه، قبلهم ايضا شاهدنا غويري الذي ولو انه لم يشارك في كاس امم افريقيا الا انه تجاوز تلك الازمه وسجل اهداف بعد الكان. بن ناصر ايضا عاد وعاد بقوه، بالامس شاهدنا كيف شارك بديلا وقدم مستوى لا بأس به في الدقائق القليلة التي لعبها. الميلان فاز بثلاثية كاملة أمام نادي ران، رغم أنه ران قدم مباراة جيدة من حيث الأداء ولكن الخبرة حسمت المباراة لصالح نادي ميلان. ميدو، أمر لفت انتباهي، شيبي تقريبا يتكفل بكل ضربات الحرة والركنية في نادي فرانكفورت وينفذها بطريقة رائعة جدا، لكن في المنتخب لم نشاهد هذا الشيء. المدرب هو اللي يحدد المنفذ، اخي المدرب كاين كرات نفذها وكاين في بعض الاحيان كانت كرات حاسمه ورماها مباشره. شوف لما تحدثوا على شايبي في كاس امم افريقيا الماضيه مثله مثل العديد من اللاعبين مر جانبا صراحه، رغم انه مثلا في المباراه الثالثه من قوه الدهاء والذكاء ما استعملناش بتاتا في المباراه. احنا نحوسوا على ان بوان مع منتخب موريتانيا لم يسبق له الفوز في كاس امم افريقيا ولم يستطع الحصول على النقطه. ويقول لك الحلم هو الذهاب الى 2026، صارت الاحلام كانت تندر في سنوات الالفينيات جوج التلفزيون العمومي، ماشي في منتخب وطني اللي ننتظر لاقامه الاحلام لاشخاص. نعم فهمتني؟ سوء استعمال شايبي، سوء استعمال عديد من اللاعبين كانوا ضحيه سوء استعمال صراحه. ما كانش العديد من لما تشوف خليني اعطيك مثال اخر بسيط. بن طالب في مرحلة الذهاب مع نادي ليل أفضل كان في التشكيلة المثالية لمرحلة الذهاب للدوري الفرنسي. لا عمر، كيف يأتي ليلعب في كأس إفريقيا بهذاك المستوى؟ سوء استعمال اللاعبين، ليس فقط شايبي وليس فقط بن طالب والعديد والعديد من اللاعبين الآخرين. نعود إلى شايبي. ميدو، 6 مباريات في دوري المؤتمرات، سجل هدفين وقدم 5 تمريرات حاسمة. نعم اكيد. تصور هذا اللاعب في سن 21 سنه فقط يلعب في انترخت فرانكفورت، اعتقد بانه افضل خيار قام به اللاعب شايبي هو هاي من الاحصائيات، هو الخروج نحو الدوري الالماني. من تولوز الى الدوري الالماني، الدوري الالماني عمر اكثر بدني، راح يكسب بواحد تكتيكي قوي، راح يكسب شيئين ربما ما كانش هيكسبهم في الدوري الفرنسي، هو الصلابه البدنيه والوعي التكتيكي والنضج التكتيكي اكثر فاكثر، لانه الدوري الالماني شاهدوا مباريات تكتيكيه. نعم، وبدنيه اكثر. نعم، فرشيبي تحدث ليله امس مع زميل الاعلامي عادل حداد، حديث كان جانبي بين رجلين كشفه متواجد في الملعب. نعم، كشفه لنا زميل عادل حداد، قال في حديث هامشي جمعني به أكد لي بأنه لا يريد التحدث مطلقا عن نهائيات كأس أمم إفريقيا في الوقت الراهن، موجها فقط اعتذاراته للجمهور الجزائري بعد الخروج المبكر، كما شكر مدرب جمال بالماضي على الفرصة التي منحه إياها لتمثيل المنتخب متمنيا له حظا موفقا في مشواره التدريبي. يعني كأس إفريقيا هذه لابد أن يعني تمشي إلى رف النسيان، صحيح لا نمزق الورقة ولكن على الأقل نقلبها ونطويها لأنها بقيت ذكرى مؤلمة بالنسبة لنا. بالضبط، المنتخب مر جانبا الآن تفكر فيما هو آتي. لما نتكلموا على شيبي اللي تم اختياره أحسن لاعب في اللقاء الأول ثم ما لعبش اللقاء الثاني، هو رد دبلوماسي أكثر منه شيء آخر.
ونتوقع ان ممكن هو في مقتبل العمر وايضا مع الناخب الجديد راح تكون اكثر له فرص. نعم. ان شاء الله في مباراه امس كان الاكثر تسديدا على المرمى، الاكثر صناعه للفرص، الاكثر نجاحا في العرضيات، وكان رجل المقابله بتقييم 8.3. لم نتحدث كثيرا عن عموره واحصائياته هذا الموسم، 17 هدف منها 15 هدف في الدوري البلجيكي و 4 تمريرات حاسمة أيضا، وهدفان في الدوري الأوروبي، وهدفان في الدوري الأوروبي أيضا، إحصائيات أكثر من رائعة. بالضبط، عمورة صراحة هو نجم الفريق سانغولواز، يعني بكل صراحة بعد لقاءاته لما شاهدوا عمورة ممكن راح يلفت أنظار يعني عدة فرق أوروبية من فرق يعني من مستوى الأول. أكد أنه في هذا آخر موسم، أول موسم مع سانجيل، أول موسم مع سانجيل وآخر موسم لأنه قدم أداء قدم رائع. من لوغانو. أنا نظن حتى لما شاهدوا أمس حتى فريق سانغولواز يعني كان في المستوى، لولا طرد اللاعب حتى ممكن. هل هو النجم الأول في فريق سانجيلواز بدون منازع؟ أكيد هو مستوى أعلى من مستوى زملائه. أكيد. أين تتوقعون رحيله؟ عنده لاعب آخر، عنده لاعب آخر أيضا يلعب معه في الهجوم، جناح على ما أعتقد، ايضا عنده مستوى كبير فريق. هما اللاعبان الاكثر ترشيحا من طرف الصحافه البلجيكيه من اجل الخروج من فريق سان جيلواز في الصيف المقبل. نعم. اين تتوقعون ان يلعب عمور الموسم القادم؟ هل مستواه اصبح اقوى من مستوى؟ انا اتمنى في المانيا محمد. بالضبط. مثل شايبي. اتمنى في فريق مثل انتراخت فرانكفورت، فريق من فرق الصف الثاني في المانيا، انه في يلعب بشكل مستمر ويتطور. لماذا لا نشاهد مثلا عمورة في نادي مثل بوروسيا دورتموند؟ بوروسيا دورتموند الذي لطالما جلب لنا لاعبين لم نكن نعرفهم بتاتا، بعدها أصبحوا نجوما وانتقلوا إلى أندية عملاقة في أوروبا. لديه كل إمكانيات من أجل أن يذهب بعيدا. علاش اخترت لك الدوري الألماني؟ لأنه مشكلة عمورة الوحيدة حاليا هي الصرامة والانضباط التكتيكي، وهذا لا يعاب على اللاعب بما أنه خريج المدرسة الجزائرية، لم يكن تكوينه صحيحا وسليما. نعم. وهذا ليس إعابة في كرة القدم الجزائرية، ولكن واقع الحال يقول هكذا. نعم. أتمنى أن يذهب إلى ألمانيا، لأن الدوري الألماني معروف تكتيكيا دوري قوي جدا، لذلك في ألمانيا سيتعلم مبادئ كرة القدم. ما هي قيمته السوقية حاليا ميدو؟ عمورة، لأنه شايبي موجود ضمن قائمة أغلى اللاعبين العرب في الدوري الألماني. أعطينا صورة من فضلك حتى نكتشف ترتيب اللاعبين الجزائريين من حيث القيمة السوقية، سواء في الدوري الألماني أو في الدوري الفرنسي أو في الدوري الإيطالي. هذه تاع الدوري الإيطالي. أعطينا نبدأ بالدوري الألماني حتى نتحدث عن شايبي. لا ما نشاهدوا قيمة شايبي، وهذا أحسن دليل. رم تواجد مع لاعب مثلا المزراوي في البايرن ميونخ، أو المرموش أيضا زميله في الفريق. نعم. أنا أظنها ممكن شايبي في أول موسم أثبت أن خروجه كما قال ميدو، خروجه من دوري الفرنسي هو أحسن حل قام به، خاصة. نعم. لما نشاهدوا نضج تكتيكي اللي راه يلعب به الآن، وأيضا ولا حاسم مع فريقه.